صدق ربنا، لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أيقول دخول ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة؟ يبقى لازم يحصل كده. فكأن هو بيحمد ربنا على أن قضايا قرآن الكونيات تؤكدها. ثم رددنا لكم الكرة، برضو جت الكرة، مش كمنهم يهود ما نديلهمش الكرة، لا دك مننا مش عبادة لنا جت الكرة. نعم. ثم رددنا لكم الكرة عليه، الكلام اللي بيخاطب اليهود، وشوف الدقة بقى، وأمددناكم بأموال، مش كده أغنية قوي بتوع المال هم، وبنين كلهم في الجيش، وجعلناكم أكثر نفيرا.